بسم الله الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن نلتقي معكم طلابي للحديث عن سورة الأعراف والآيات من 31 إلى 34. وسورة الأعراف هي من السور المكية طلابي، وسميت بهذا الاسم لأنها ذكرت حادثة أهل الأعراف، والأعراف مكان بين الجنة والنار يوجد فيه أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم يكون مالهم إلى الجنة في نهاية المطاف. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. في هذه الآيات طلابي هناك عدة موضوعات يتحدث بها، أولا التمتع بما أحل الله عز وجل من الطيبات، ومنها أخذ الزينة عند كل مسجد والرزق والتطيب وغيره. أيضا تحدثت عن اجتناب المحرمات كالبغي والظلم بغير الحق والإثم على الناس، وأيضا تحدثت عن أن الآجال بيد الله عز وجل، حياة وموتا، فحياتنا بيد الله عز وجل وموتنا وقرارنا بيد الله عز وجل. هذا طلابي مجمل ما جاء به الحديث عن الآيات القرآنية الكريمة من سورة الأعراف. لذلك طلابي وجب علينا أن نحفظ الآيات المطلوبة وأن نقوم بتفسيرها وشرحها بحول الله وقوته. أيضا طلابي من الواجبات الموكلة إليكم أن تذهبوا لقراءة الدرس الذي يلي هذا الدرس، وهو عن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقبائل. وأيضا طلابي نقوم بحل التمارين الموجودة بصفحة 64 بالكتاب التربية الإسلامية. دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم طلاب الأعزاء.